السلام عليكم مرحبا بكم فيما يخص الجولي لهذه الظاهره ان شاء الله والليله اللي جايه عموما الحال شباب على معظم المناطق تاع بلادنا هاي السميشه باستثناء بعد المناطق تاع الجنوب خاصة الهوغر وطاسيلي أقصى الجنوب حتى منطقة الصحراء الوسطى جنوب منطقة الثورة وين تعبر عليها سحب النوع بالنوع العالي بدون فعاليه واش على اقصى الجنوب هنايا تقدر تكون بعد الرعود المنعزله زي زورا جيزولي في اخر النهار يحب يقول نقدر من المغرب هكذاك ان شاء الله زوا رمليه تنشط على اقصى الجنوب على منطقه الهوغر والطاسيني وايضا على الصحراء الوسطى وجنوب الواحات يحب يقول ما بين ولايه ورهلة وولايه اليسي جزء اللي الحرارة ننتظروا هذه الظاهرة هذه إن شاء الله قد نقول له راهي في المعدل الفصل 23 درجه من جهه سكيك ديال جيجي العنابه القاله من جهه العاصمه تيبازا بومرداس حتى المستغانم وأيضا حتى البجايه حوالي 24 درجه 26 من غزوات ارزو وهران بنصاف 28 نصيبوها في منطقه الشلف عين الدفله آه غليزان سيدي بن عباس معسكر تلمسان آه قسمطينه واحد 23 نص طيب واحد 21, 21 درجه هي وباثنا الجلفه كذلك واحد 22 جهه البيض مشرفيه مشريه وعين الصفراء مغرديه وورقله 32 33 نصيبوها في منطقه عبادله وايضا بني والنيف وبشار منطقه تتاب الباله وكرزاز 34 36 بمنطقه تندوف دوفوغار جبيله وحاسي على هذه المنطقه ما بين 40 نقولوا 39 40 على الخط اللي يربط عين ميناس عين صالح اضرار وايضا ركان 34 على طمرساد 37 على منطقة جانات و44 درجة ويسخن الحال 44 على أقصى الجنوب كبورس باجي المختار جزامة جزء الملاحة والصيد البحري البحر لها الظاهرة وهذه الليلة هذه نقدر نقولوا عموما من شباب على السواحل الغربية لأن يعني الريح ضعيف 20 30 كيلومتر الساعة 30 40 على السواحل الوسطى وهذا من تنس الدلس ومن دلس العوانة كذلك ومن العوانة القالة التم يكون شمالي غربي 30 40 حتى 50 كيلومتر الساعه السواحل في الارض يقدر يلحق ل 50 60 كيلومتر الساعه فيه شي تموجات نختموا هذه النشره الجويه بالمعلومات الفلكيه خاصه غروب الشمس على الجزائر العاصمه وضواحيها اليوم راه لحد 4 ماي 2014 الغروب ان شاء الله يكون جوات 7 و 38 دقيقه 7 و 38 دقيقه وهذه العناوين راح في خدمتكم حبيتوا اي حاجه فيما يخص البيئه او الجو ما عليكم غير تصلوا بنا لي نهاركم سعيد والسلام عليكم